أبوي. يا أبوي لا تخاف علي، أنا ما فيني شيء، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. يلا شوي شوي على عمرك، اصبر شوي، يلا سند، يلا تعال اشرب منك. يا ربي ضايقت لما شفت ناجم. زعلك إن أخذ مكان غيث؟ بصراحة ضايقني إن غيث ردي، واللي أخذ مكانه أرضى عنه. خلينا من هذا كله. ما ترى أنا ما مثل ما ظنيت بي، قصدي أنا والبنية. ما زي منك اللي سويته في زمزم. مسكينة هين ما تخلي عينها تشوفك، راكضة تسابقني قبل قبلين، تبى تاخذ الدانة اللي أنا حلمت بها تطلع ياي بلها. الدانة اللي انت حلمتي بها كان شكيتها في مرية حلق؟ صدقيني يا أمي، هي الدانة اللي انت حلمتي بها. يا كافي البلاء، عندي شريكة غيرها، وإذا عاد كل ولا بنت تتملى لي الثالثة خسارة. أبوك مات قبل لا يجيب لي إياها. بمشي أجيب لك إياها. ما بشوف وجهها، أنا ما أرضى تضيم لزمزم. ولا بترضين الجازية. اي نعم، مال ابوي، مال ابوي التاجر العود. وابونا؟ ولد اخو التاجر العود بس، وظيفته وسمعته ولد اخو التاجر العود، وريل بنته ما يحيد بيزه حمره. شفت القهر، شفت القهر يا ساهر. مسكوكي ومال ابوي في يد معابد. أبوك هذا كله بسببك، هذا كله من؟ لا تقول عني غبية، لا تقول غبية. والله ما قلت شيء. حرمتني من قيمتي يا مخزوم،
ما بغيت صوت يعلى على صوت معابد. أنا شيخة هالحارة والآمرة والناهية فيها. بكذبتك خليتني كما الخادمة لشريكتي. والفكر باخذ حقي اليوم قبل باكر. والله كفو كفو يا مزاهد كفو. لا تقول لي مزاهد، أنا موزة بنت التاجر العود. وأنا تبريت مني؟ لما حملت زمزم أول مرة قلت لها إذا جاتنا بنت بنسميها على اسم أمي وشرف بدر. وانتظرنا الحمل الثاني ونور مخزون، بس خالي خالي كان يحبك، يحبك لدرجة انه رب العالمين رزق بنت وحيدة سماها على اسمك الجاسية. بروح اجيبها. بصك المزرعة، مزرعة النوخذة. خير إن شاء الله، مثل ما يبنى صك البيت بنيه بصك مزرعة النوخذة. متى؟ أخاف يتقاسمون العز وما يبدنا شيء. عندك صك العز كله. بعدني أبا عز النوخذة وبنته. يلا تحرك، ليش واقف؟ أباك تلعب على مخ الكبش زاهد. يلا سلام. ولا واحد له خاطر عندي، انتقامي بيكون من الكل. شوف وصلها القبور. إبليس ما يكسر وعيانه. ترى ولدها ولو يسوي ما يسوي، ما أنا ما أقدر أتكلم ولا أتحرك بمرة نزاع زاهبة. اسكت اسكت. يا الله يا الياسي يا الله.
ما ما طلع سك الباب. أستاهل من عطاوي. سنين طويلة. قولي لي، أنا بنشتك عن أمك وأبوك وعنك يا بنتي. قولي. قدرت تسحر خالتي وتحتل حضنها وعقلها. يلا يا زمزم، هون عليك تسوي فيني كي يا بنتي؟ تقري حضن عمتك وانتي بحاجتك له؟ حضنك ما خالي، سمعت انك لقيتي له مستأجرين. زمزم، عطوني صكوك المزرعة ونص دكاكين السوق وكل بيزة عندكم من مال وشقة أبوي. أنا فاهمة كل شيء، ما راقدي على إذني. اسم التاجر مخزوم واللي باقيين عايشين كله لليوم من خير، وعز أبوي هو اللي يسندهم. زمزم، زمزم، أنا ما عاتبتك. لا، عاتبيني. أنا أبي حقوق. خيرت علي. قتلتني. أنا السبب. إذا كان لك سبب في شيء فإنك زدت في قلبي حب لهذه الحياة يا بنتي. أبا أكلمك لوحدك يا معابد. كلمي. ليه عندك حق وياي اخذه منك؟ ما لاني مستخونتك اعوذ بالله، بس ما حلوه في حقي عقب هالعمر والهيبه والمقام. ما اقدر اضم شيء لي ولعيالي. ولا انا غلطانه؟ اذا غلطانه قولي، لا تخلي بخاطرك شيء. احنا خوات. محشومة على الغلط يا أم زاهد. أنا اسمي موزة، بس أنا أحب أم زاهد أكثر. معلوم تحبين أم زاهد التابعة. حاشاك. لا، أم زاهد الإنسانة الطيبة الخيرة. أنا موزة بنت التاجر العود.
كل هالسنين متحملة كرهها لك. ومن قال لك إنها مزاهد تكرهني؟ عيونها. هاي بنتي ما عرفتي تقرين عيون مزاهد زين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو يبشر. كل أهل الحارة رافضين يوقفوا مع الشيخ غيث، كلهم يقولوا ما لنا خص. الشيخ غيث ما حسبهم في قوته، فكيف يحسبوه في ضعفه؟ المهم أنت بيض وجهك مع فلاح وهلا. عابد عاد بقت زمزم مش يروح راضيها بعد ما طولت لسانها عليك؟ ما عليه، أنا وياها بنت صافة إن شاء الله. ما مندوسك مفتوح؟ أم زاهد خضت الصكوك. زين زين جايين. اللي دقدق الباب بهذه الطريقة. انت الذل بنت النوخة هذا بدر يا ولد مخزوم. تعوذ من ابليس واسمعني. ابوك ما سمعني وياك الحق يا ابن اللص العاد. لا تجيب سالفة ابوي على لسانك. اسمع، اليوم يا قاتل يا مقتول، وبالاول تدخل داخل وتجيب كل املاك اللي اخذها ابوك كامله. تسمع، املاكك وحقك بتوصلك من عيننا وعلى راسنا، بس ما قدام الناس. قدام الناس اللي شافوا الظلم خلهم يشوفوا الحق. ابوك وربعه قردوني من كل شيء وخذوا املاكي، خلهم يشوفوا الحق اذا فيكم حق. بدر فضل، هذا علشان تطمن ان حقك ما بيبات ليله واحده بعد اليوم معنا. دخل داخل بيعابد تستلم باقي حقوقك. تفضل. تفضل النوخة. تفضل. اسمع صخر يا جماعة، ما يستوي كذي. حد يدخل يطمننا؟ أخاف الشيطان وس بينهم وتقاتلوا داخل. يلا أخبركم، أنا بدخل لا حول ولا حيلة. انطب مكانك وإن شاء الله اللي في بالك ما يستوي. أي العلام هم ساكتين. الله سبحانه وتعالى هدى النفوس بينهم. الحمد لله الحمد لله. الله يصلح شانهم ويحسن عزاهم. أقصد إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أخذه. بشر أخذت حقك. إذا تباعونه إحنا عزوتك نعين ونعاون. وشوفني هيش أسوي لك بهالناقص عديم التربية. اسمع
حمل وانزاح. عسى يكون انزاح يا ولدي. الله يعينك يا معابد، كل هالسنين شالة وصابرة. الله يعيني أنا، الله يعينك أنت يا ولدي، اللي اشتغلت وشقيت وتعبت من يوم صغرك كله عشان اسم أبوك. أبوك الله يرحمه كان كل همه يحافظ على أموال النوخذة في غيابه، وعاش طول حياته يخدم الناس يلبي مطالبهم. الله يرحمه. ويفداكي التعب والعمر كله يا أندر أم في الدنيا. إيش هاي أندر بعد؟ أندر يعني إنه ما في حد مثلك أبداً. وإيش عقب هالضحكة يا معابد؟ عارف إيش قصدي؟ قصدي فلسنا. وانا ما اشوف غير فؤاد تسحق قدامي بعيد الشر، حتى البايع يوم ختمته ما سيوله. هذا عزة، هذا عزة يا الله بالعافية ما عرس. ولو كان عزة ما تشوف الناس والحريم كيف تارسات المكان، كيف فضيحة، بيقولوا صرنا عزة الفلاني في الحارة الفلانية وما وجبونا في عزاهم. بعيد الشر يوم ما عندهم وما عندهم كيف تسد قونيتين عيش وتسود حلوة وكمين ذبيحة، وإذا ما عندهم يبيض وجوههم مع الناس. أقول زاهد هينك على القتل اللي صارت في بيتكم. وحدي مهموم ولا تزيدني. مهموم خير إن شاء الله. أنتوا همي مخليني مثل كبش اليتيمة هين بلا راعي. فاهم قصدك. أقول دور ربعك. ربعي هين تبوني أمشي والدروب مسدودة، خليتوني وحيد وسط الرياح. وحيد وسط الرياح؟ إيش خيمة؟ عبد أعطاك كل اللي عنده. لما طلبت حقي لقيته كامل مكمل في يدي. لعلمك مردود المزرعة والدكاكين والمحمل كان كله في يدي. هذا بعد ما مات التاجر مخزوم، ولا عبد ولا أمه كانوا يأخذون فلس من أملاكك. يعني طول هالسنين وانتوا تأكلوا من خيري؟ لا، كان عبد يأكلنا من أجرة شغله تعبه في تجارتك. وبيت التاجر؟ البيت كبير والرب خبير. ما بقى لي في الدنيا غير هذا، جبته وجيت مع أهلي وناسي اللي ما بخلوا علي بطيبتهم وحسانهم. الله يخليك يا بنتي، بس عاد اللي أبا منك لا تشلي هم، إن شاء الله عابد بيعوضنا عن كل شيء. أنا وعابد أولادك. حتى ولو يا بنتي، حتى ولو إحنا ما صدقنا ينوخذه ويخلصنا من الدين اللي كاسر ظهر ولدي،
عاد ما في شدة على دين ثاني. والحمد لله رب العالمين اني عازلة صكوك النخذة عن باقي الصكوك. بس سمعي الكلام يا بنتي وريحيني. ايش تبيني اقول لك يا اختي؟ شورك وهداية الله. ايش هناك معك يا؟ كنت اشاورها في توسيع البيت. ابي ابني كم حجره. نويت اخطب حق ولدي وزوجه والبيت مو بذاك الوسع. البيت واسع. يوم اللي بيعرس ولدي بيقب عليه البيت. بس البيت كبير وان مالك خص كبير ولا صغير، ابني ولا اهدم، هذه بيتي وانا حره فيه. يسدني ما استحملتنك، لا تزيديني اوامر في بيتي. انا ما بتحرك شبر من هذا البيت. هدي يا خالتي هدي، ترى ما تقصد اللي قالته. تقصد ولا ما تقصد؟ وصية مخصوم ما بخونها مهما سوت أمك. وأنا إيش سويت؟ أنتي طعنتيها بكلامك. هذا كلامي من سنين وهي تعرفه زين. بس هي نسيته لما صرتي أنتي أم زاهد. لا تذكريني بأم زاهد. لا أذكرك بنفسك؟ لا تذكريني بضعفي وذلي. ما بتطردي عابد ومعابد من البيت؟ بزولبهم عن وجهك. ولا نسيت انك تكرههم؟ ما كرهت الا ضعفك قدامهم. وش اللي خليك تكره قوتي الحين؟ عابد اخوي. عابد عابد كنت اركض وراك عابد امي مهمومه ذي الايام وما تعرف ايش تقول. وبعدين نحن اخوان وهذا بيتنا كلنا. خير ان شاء الله خير. زعلت؟ لا يا زاهد لا ما زعلت. ما اقدر ازعل على خالتي ام زاهد امي الثانيه. ما ابا اسماعيل اخوي عنده فكره وبصراحه انا جالس افكر فيها من العصر. وحده تراني عاد ما اقدر على افكاركم. ايش ناقولوا لي يا امي؟ اول سمعي يا امي. اها سمعوني. ايش هناك؟ اسماعيل يقول ليش ما نسور الارض اللي ورا بيتنا ناكل ونبيع من خيرها. فكره حلوه بس خلينا نسوي شيء مردوا لنا. ايش رايكم اشاور خالتكم ام عابد؟ شاوريها. خلاص ومن بكره انا واسماعيل بنتحرك وبنشتغل فيها. ما اقدر اجلس في المكان. انا السبب؟ الجرح القديم هو السبب. سلمي لي على النواخذه ولا تبيهم تجار مثل ابوهم؟ راضيه بلي يكتب لهم رب العالمين. والنعم بالله يا بنتي ردي بيتك مع شريكه ترضاها لي. والله ايش اقول لك، ام عابد ولدها اخجلوني. على كل ما انا بمشي عنك على الاقل اروح اطمن على خميس وحده في ديره الخلا. توتين يا ابن براويك صدق كلامي وان لك تجاره وشغل واسم في السوق. مع خلفان؟ لأن الوحيد اللي محتكر بضايع التجار الكبار مثلك.
كل ما بغيت صمني بكذبه يبتني عند خلفان وخلينا مره كنا مسمار قحة تمشي وترد عليه. انت ما تعرف شيء. لا 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 اعرف. تعرف؟ معلوم اعرف. اعرف ان خلفان بياع على قد حاله، يعني لا هو تاجر ولا عنده خبر. خلفان بياع شراي ويتعامل مع التجار ويعرف السوق زين، يعني هالخلفان شارب التجارة شرب. طلباتك ما عندي. لا عندك. يلا تلحلح. والله ما سويت بك. لا لا تبغى تزعل تبغى ترضى ارضى من رضاك. وصاحبنا الثاني فلا اخذ منه. واوي ايش اضحك انا انت تسكت، اسكت انا انت تضحك، ايش السالفه؟ لاني افهم متاخر. افا واوي يفهم متاخر؟ انت بهذا الشكل ما تساعدني. أمبوني باغي أخليك كاتم أسراري وحامل أختام المشيخة، تطلع تفهم متأخر؟ نعم؟ حتى هذه ما فهمتها؟ لا 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 أنت كذاك ما تساعدني. اسمعني زين يا با، إذا ما فهمتني أول بأول أحسن لك تبعد نفسك عني. كأنك متسبب وتدور لك على. لا أدور ولا تدور. أطلع من مجلسي ولا تدخل البر. أهل الحارة ما يطيقونك ولا علمك. لا 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 ما بقول لك، خليها خلاف. يعني ما عاجبنك كلامي؟ ما عاجبني غيرتك وحقدك. ليش؟ لاني صرت تاجر. صرت تاجر؟ بإرادتي. قول بغدرك لأهلك ولا من وين جبت هذه الغوازل؟ اي انا ود عز ما مثلك انت ود فقر. تصدق عاد تستحق الحقد والغيره. ولد العز يسلم رقبته لصابر. نسيت من هو صابر؟ افتح عيونك يا ولد العز. سلام. الله 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 يات خيرات السواحل يات. لكن اقول انت حال هيش جايبتين حالي. اسمعني انا كل اللي قلته ما فهمته بفهمه نها. يلا سور سم. ها دوكم الغم. انا اكتب ما اعرفه. كيف تبيني ارسم؟ يا ربي ما يهياه الولد ما يعذبني. تو انا اللي معلمتنك القرايه وكتابه. اوه صح تعال انا نسيت. كيف نسيت يا الحيال انت؟ يلا سوي رسم. يلا اول مداد. Thank you.
السبيل. عابد سامحني. لا لا تسامحني لأنك أنت بروحك اللي جالس بطريقي. أقول لك أعطيني هذه. أعطيك هذه ليش؟ كيف بعد ليش؟ تباني أسامحك ببلاش؟ أقول لك أعطيني هذه. لا حول ولا قوة إلا لا هذه ولا عنها. هات خذ. انت ايش فيك؟ ها انا ما اعرف. هذا ام عابد ما اعرف. انا ما اعرف. امي علامة امي.